أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. جاء في موقع الهيانات قسم حقوق الإنسان: القوات الحكومية اعتقلت 632 مواطنا خلال كانون الثاني الماضي. ونطالع في القدس العربي: قصف على تجمعات للقوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد في الأنبار. ونتصفح في صحيفة البصائر: ميليشيات موالية لإيران تحتشد غربي الأنبار تحت مزاعم مختلفة. ونقرأ في المدى: سائرون والفتح، كتل من داخل التحالفين تضغط للحصول على مناصب. تتصفح في الشرق الأوسط: اجتماعات السفينة الأممية تراوح مكانها، والجنرال لوريزغارد يصل إلى الحديدة لخلافات كامرت. وفي العرب الجليل: ترامب يعلن أنه سيلتقي الزعيم الكوري الشمالي نهاية شباط في فيتنام. ونقرأ أخيرا وليس آخرا في الخليج الإماراتية: مجموعة ليما تحرض الجيش الفنزويلي على الإطاحة بمادورو. أهلا بكم. 13 رصاصة أنهت حياة الروائي العراقي دكتور علاء مجذوب، الذي كان يشارك المتظاهرين في كربلاء احتجاجاتهم ضد النظام الفاسد الذي جعل من العراق أنموذجا للبلد الفاشل. كالعادة قيلت الجريمة ضد مجهول. محمد الجميلي يرى في صحيفة البصائر أن من غرائب العراق بعد الاحتلال الأمريكي في عام 2003 أن المجهول معلوم لكل العراقيين، ولكن كالعادة أيضا لا أحد يصل إليه. إن اغتيال الروائي علاء مجذوب الذي يحمل شهادة الدكتوراه في الفنون الجميلة دليل دامغ على أكذوبة الديمقراطية التي روج لها الاحتلال وعملاؤه في العراق. وقد سبق هذا الروائي الآلاف من النخب العلمية والكفاءات بمختلف الاختصاصات تم تصفيتهم منذ الأيام الأولى للاحتلال، فيما أرغم عشرات الألوف منهم على ترك بلدهم تحت تهديد مباشر أو غير مباشر من قبل العصابات المتحكمة في العراق. لم يكن مشروع الاحتلال تدمير البنى التحتية للبلد فحسب، بل كان يشمل تدمير الإرث الثقافي لبلاد الرافدين وتجهيل الشعب وحرمان أبنائه من التعليم لتشيع الأمية ويسود الفاسدون والفاشلون وأصحاب الشهادات المزورة. وهذا كله أساس لا بد منه لترسيخ مشروع الاحتلال. الكاتب يرى أن هذا هو ما لخصه كتاب التطهير الثقافي في العراق: أسباب نهب المتاحف وحرق المكتبات واغتيال الأكاديميين، الذي أكد أن الإدارة الأمريكية خططت لتدمير الدولة العراقية ونفذت ذلك بوعي، لأن وجود عراق قوي كان عقبة معطلة لمخططاتها الاستعمارية، ومن ذلك بقاء إسرائيل القوى المهيمنة الوحيدة على المنطقة. ثم يعود الكاتب ليقول إنه بات واضحا أن من قتل الروائي دكتور علاء مجذوب أمام منزله هو من لا يريد للتظاهرات أن تستمر، هو من لا يسمح بانتقاد الخميني فضلا عن ذيوله في العراق، وهو من لا يريد تنوعا ثقافيا في العراق، وهو من لا يؤمن بشيء اسمه حرية التعبير، وهو من يملك ميليشيات فوق القانون وفوق الدولة. إن تدمير الثقافة أو قل التطهير الثقافي في العراق ليس بقتل المثقفين أو تهجيرهم فحسب، بل إنه بما يجري على قدم وساق في مدارس العراق من فرض المناهج الطائفية وتلويث عقول الصغار في رياض الأطفال بأحقاد تاريخية لا أساس لها من الصحة. وأن التطهير الثقافي هو تحويل حرم الجامعات العراقية العريقة إلى ساحات للطم والتطوير في سعي لفرض لون طائفي واحد على مؤسسات الدولة
والشعب كما يحصل حتى في معسكرات الجيش ووحداته، بل وكل مؤسسات الدولة. ولا تقل ما الذي يفعله نواب الشعب في برلمانهم، فإن هؤلاء ديكورات للضحك على الذقون لا غير. رضوا بالتافه من الهبات أو الكبير من النهبات لتمرير أكبر عملية تدمير لبلد عظيم في العصر الحديث. الكاتب يرى أن جريمة اغتيال الروائي دكتور علاء مجذوب ستمر كما مرت آلاف الجرائم أمثالها، فلم يحدث منذ الاحتلال وحتى اليوم أنه تم اعتقال مرتكب لأي جريمة من جرائم الاغتيال السياسية والتصفية الطائفية وغيرها، وإن حدث أن اعتقل أحدهم فهي جريمة أخرى ترتكبها الميليشيات للتغطية على الفاعل الحقيقي. قوات أمريكية راجلة تتحرك بمحاذاة منطقة الغابات في الموصل. الشيء نفسه حصل في شارع المتنبي ببغداد عندما ظهرت قوات أمريكية برفقة قادة أمنيين من العراق بعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقاعدة عين الأسد واحتفاله مع قواته بأعياد الميلاد. المشهد تكرر أيضا في الفلوجة وكذلك في خانقين. حامد الجيلاني يرى في صحيفة العرب اللندنية أن مؤشرات الظهور العلني للقوات الأمريكية وعلى طريقة الومضات بتأريخ ومكان متباينين وفي جغرافيا محددة ومختارة تعيد إلى أذهان العراقيين والمتابعين منهجية الخطة العسكرية الأمريكية لاحتلال العراق. الرسالة الأخرى لتجوال القوات الأمريكية أنها تجري بالتنسيق مع القوات العراقية وبإدارة إعلامية دقيقة الأهداف وهادئة تتعامل مع دولة مستلبة يمكن أن نطلق عليها هيكلية الدولة في كل نظام سياسي سيادي ومستقل. دولة مستلبة من دول موازية تمثلها العقائد والميليشيات والفساد والمافيات ومعظمها تدار من قبل النظام الإيراني بنفوذه المتحقق في البرلمان وهيمنة السلاح الشرعي والمنفلت. لكن ما هذا التناقض في تصرف القادة في القوات النظامية وتصرف الحشد الشعبي بإعلانه التصدي للقوات الأمريكية ومنعها من التجوال في الموصل؟ وما سبق ذلك بيوم واحد من إحباط عملية تحضير لإطلاق صواريخ تستهدف القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد، رغم أن الحشد يتذرع بالانصياع إلى أوامر رئيس الوزراء. حكومة العراق تلجأ إلى الصمت في انتظار تفاهمات أعمق مع واشنطن، في انتظار ما سيجري في البرلمان أو من احتمالات اللجوء إلى إرادات المرجعيات المذهبية التي قد تتدخل في تهدئة جموح الميليشيات، على الأقل ما يخص الميليشيات المقلدة لها من الانغماس في الدفاع عن ولاية الفقيه بصفتها المرجعية المذهبية للعدد الأكبر من الميليشيات في العراق. الكاتب يرى أن الحسابات الختامية تلقي عهدة جرذ جرائم النظام الإيراني طيلة 40 سنة على عاتق الشعوب الإيرانية وتصاعد مقاومتها بما يتعالى من أصوات الاحتجاجات الشرسة ومدى وأبعاد الصراع الأمريكي الإيراني ونهايته المفتوحة على كل التوقعات. لكن من بين أسئلة الحسابات ما يخص العراقيين تحديدا على اختلاف توجهاتهم ومهامهم ومسؤولياتهم وما تعرضوا إليه يتعلق بكيفية رؤيتهم للصراع الأمريكي الإيراني على أرضهم. ومن زاوية أعمق تتأمل في المدن العربية المدمرة ومصير صراع الوجود بين أمتنا ومشروع ولاية الفقيه بعده التنازلي. أثار التصريح الذي أدلى به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلته مع تلفزيون CBS قبل 3 أيام، والذي أكد فيه أنه ينوي إبقاء القوات الأمريكية في العراق لأنه يريد مراقبة إيران، أثار ضجة كبيرة في بغداد. ناهيكم من وقعها في طهران، حيث توالت تصريحات التنصل أو الإدانة من أطراف عدة من بينها الرئيس العراقي برهام صالح وقائد عصابة أهل الحق قيس الخزعلي. و جلبيل الأشقر يرى في صحيفة القدس العربي أن ردود الفعل تلك إنما غلبت مصلحة الدولة الإيرانية على مصلحة العراق وشعبه. ليس القصد هنا أن ما صرح به ترامب هو لصالح العراق،
بل على العكس تماما. القصد هنا أن نوايا ترامب المعلنة إزاء العراق أخطر بكثير مما قاله بصدد إيران، فإن الاحتجاج كان ينبغي أن يتركز على نوايا ترامب في العراق وليس على صون مصلحة إيران في بلاد ما بين النهرين. والحال أن ترامب كان دقيقا في كلامه، قال تحديدا إن مراقبة إيران قليلا هي أحد الأسباب التي تجعله يريد الإبقاء على قاعدة عين الأسد الجوية، وإن السبب الرئيس لنية ترامب الإبقاء على قوات بلاده في العراق، في حين أنه يعلن بفخر على الملأ رغبته في سحبها من سوريا وأفغانستان. السبب الرئيسي في ذلك ليس إيران وإنما النفط، وقد استغبى ترامب الناس على عادته بقوله إن قاعدة عين الأسد متواجدة في مكان ممتاز لمراقبة شتى أنحاء الشرق الأوسط المضطرب، تفسيرا لرغبته في الاحتفاظ بها، ذلك أن منطقة الشرق الأوسط مليئة بالقواعد الأمريكية الجوية والبحرية، بحيث أن مراقبة إيران كما ضربها عسكريا متاحان تماما لواشنطن. الكاتب يقول أن يصرح رئيس أمريكي أعلن مرارا نيته الاستيلاء على نفط العراق بأنه ينوي الإبقاء على قوة بلاده في بلاد ما بين النهرين، خلافا لرغبته في سحبها من شتى البلدان التي لا تحوز على ثروة نفطية، فهذا ما يجب أن يكون سبب الاحتجاج، بل سبب المطالبة بانسحاب القوات الأمريكية من العراق كما من المنطقة بأسرها، وليس الحرص على أمن إيران. تناول صحيفة التايمز البريطانية الانتقادات التي وجهها أعضاء في الحزب الجمهوري وللرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قراره الانسحاب من سوريا، حيث نشرت تقريرا بعنوان الجمهوريون يفتحون النار على ترامب بشأن الانسحاب من سوريا. وتقول الصحيفة أن خطة ترامب الانسحاب من سوريا وأفغانستان تلقت ضربة موجعة من قبل أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين صوتوا بأغلبية ساحقة لمعارضة واحدة من أهم سياساته الخارجية قبيل خطاب حالة الاتحاد. تقول الصحيفة أن ترامب واجه أيضا معارضة حزبه أمس بشأن مسعاه إعلان حالة الطوارئ في البلاد للحصول على التمويل اللازم لبناء جدار على طول الحدود مع المكسيك. وترى الصحيفة أن معارضة الجمهوريين لترامب كانت نادرة في العامين الأوليين من فترته الرئاسية، ولكنها بدأت في التزايد خاصة فيما يتعلق بسياسته الخارجية. وفي كانون أول الماضي صوت مجلس الشيوخ الذي تسيطر عليه أغلبية جمهورية لسحب التأييد الأمريكي لحرب السعودية على اليمن، ويوم الاثنين الماضي اقترح ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية تعديلا لقرار الشرق الأوسط الذي استحدثه الحزب الجمهوري، وينص التعديل على أن تنظيم الدولة والقاعدة يمثلان تهديدا خطيرا لأمن الولايات المتحدة في سوريا وأفغانستان. ووافق مجلس الشيوخ على التعديل بأغلبية 70 صوتا مقابل 26، وصوت 4 من الجمهوريين ضده وامتنع 3 عن التصويت. وتضيف الصحيفة أن التعديل ليست لديه السلطة لمنع ترامب من سحب القوات من سوريا، ولكنها تكفي للتذكرة بعدم الارتياح داخل حزبه بينما يستعد للتحدث إلى الأمة والإعلان عن الانتصار على تنظيم الدولة. الصحيفة تشير في ختام تقريرها إلى أن قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط الجنرال جوزيف فوتل أطلع لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ على أنه لم يتم استشارته في قرار ترامب الانسحاب من سوريا وأفغانستان، وقال إنه من المهم إدراك أنه على الرغم من استعادة الأراضي من تنظيم الدولة فإن القتال ضده لم ينتهي بعد، ومهمة القوات الأمريكية لم تتغير بعد. لا نهاية للعطش الأمريكي إلى النفط. النفط واحد من أمرين يخوض الأمريكيون الحرب من أجلهما كما قال مرة ملك الأردن الراحل الحسين. الأمر الثاني أمن إسرائيل. عبد اللطيف السعدون يرى في صحيفة العرب الجديد أنه في ظل الحروب الأمريكية فإن لعنة النفط تطارد البلدان التي تمتلك من الاحتياطي النفطي العالمي ما يسيل له اللحى.
رأينا مثل ذلك الحال في العراق الذي يعتبر من البلدان الخمسة الأولى التي تمتلك النسبة الأعلى في احتياطيات النفط المؤكدة، لذلك حلت به لعنة النفط منذ أن تم اكتشاف أول حقل نفطي لديه في كركوك قبل قرن. فعندما أمم نفطه قبل نصف قرن شعرت واشنطن بالخطر فوضعت خططها لمواجهته، وفي نهاية المطاف عمدت إلى غزوه واحتلاله. نرى أيضا مثل ذلك الحال فنزويلا اليوم، فقد لاحقتها أمريكا منذ بدايات القرن الجديد، إذ أرادتها طرفا في هلال يضمها إلى جانب كندا والمكسيك لسد حاجتها من النفط، خصوصا بعد بروز مخاوف من احتمال تعرض منطقة الشرق الأوسط إلى هزات غير محسوبة تجعل وصول نفطه إلى الأمريكيين صعبا. هكذا تم وضع هدف السيطرة على النفط الفنزويلي على أجندة واشنطن على نحو مبرمج، ومع أن كاراكاس واصلت تلبية حاجة واشنطن من نفطها، إلا أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة لم تكن ترضى بأقل من السيطرة الكاملة على النفط استخراجا وإنتاجا وتسويقا، ولم تكف عن استغلال أي فرصة لتحقيق هدفها الذي تحول إلى سياسة معلنة لإدارة الرئيس دونالد ترامب في ظل التنافس الدولي على أسواق الطاقة. الكاتب يرى أن الخوف من أن تستأثر الصين بالنفط الفنزويلي إثر تنامي علاقاتها التجارية مع فنزويلا وكذلك دخول روسيا على الخط واتفاقها مع كاراكاس على الاستثمار في القطاع النفطي، كل هذا دفع الأمريكيين إلى العمل على إطاحة نظام الرئيس مادورو، والغرض هو تطمير العطش الأمريكي إلى النفط الذي يستوجب من وجهة النظر الأمريكية طبعاً أن يكون حكام الأقطار النفطية خاضعين لإرادة واشنطن وتوجهاتها. بعيداً كل البعد عن السياسة، طور فريق من الباحثين في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة قرصاً إلكترونياً مصنوعاً من مادة رخوة تشبه الجيلي لمراقبة اضطرابات الجهاز الهضمي، وما أن يبتلعه المريض ويصل إلى المعدة حتى ينتفخ ليصل إلى حجم كرة تنس الطاولة ويبقى في الداخل لفترة طويلة. وبحسب صحيفة الشرق الأوسط فإن القرص الإلكتروني يحتوي على وحدة استشعار يمكنها قياس درجة حرارة المعدة لمدة 30 يوما بشكل متواصل، وإذا ما استدعت الحاجة إخراج القرص من معدة المريض فإنه يشرب سائلا يحتوي على مادة الكالسيوم، مما يؤدي إلى انكماش القرص إلى حجمه الأصلي وهو ما يسمح بمروره بسهولة إلى خارج الجسم. هذا وأكد فريق الدراسة أن القرص الإلكتروني يتميز بصلابة بالغة، حيث تم اختباؤه آلاف المرات بالضغط عليه، وكذلك تم تعريضه لقوة تفوق ما قد يتعرض له جراء الانقباضات التقليدية داخل المعدة. أما الآن متابعة مع الكاريكاتور.
اللقاء.